مثل ما بنقول سلمى الختام حيكون مسك، وهالمرة ضيف كتير مميز. أنا شخصياً سلمى لما فات على الاستوديو يعني قلبي كبر في هذا الولد. رح نشوف يمكن موهبة كتير مميزة، تدريب وإصرار على النجاح، يمكن قديه في يمكن كمان مقابله تعب من قبل الأهل أو حتى المدرب الخاص فيه. رح نحكي اليوم عن الحساب الذهني يلي يمكن ضم العقول والعباقرة الصغار اللي أحرزوا المراكز الأولى بمسابقة الحساب الذهني الوطني لعام 2023، فحصلوا على المراكز الأولى بكل جدارة. صحيح فرح، مو بس طبعا ضمن حدود سوريا، أيضا بالمسابقات العالمية كان في لهم وجود وقدروا يحرزوا طبعا مراكز مهمة ويشاركوا حتى ولو كان عبر الأونلاين. اليوم رح نتعرف أكثر على عدد كبير من الأبطال الصغار مثل ما فينا نسميهم، طبعا من خلال مدربهم اللي رح يحكي لنا عن هاي المسيرة سواء على المستوى الوطني أو حتى على المستوى العالمي اللي شاركوا فيه. واليوم بيصرنا يكون معنا بالاستوديو طبعا ضيوفنا الكرام، أولا المدرب الدولي بالحساب الذهني والطفل محمود أبو شفة وهو بالمركز الأول، والأستاذ خليل العلي وهو المدرب. يسعد صباحكم. يسعد لي صباحك. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك أستاذ خليل. صباح الخير محمود. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ الحمد لله. تعرف شو جايين نعمل هلا؟ ما بتعرف هلا رح نقلك. لا اللي لكل مرة نطلع على التلفزيون. لك برافو عليك، أنت كتير بطل، كتير شاطر. قد ايه عمرك؟ 5 سنين. برافو عليك. وهي الميدالية شو إمتى أخذتها؟ بالمسابقة العالمية. بالمسابقة العالمية؟ لا الوطنية. الوطنية، برافو عليك. هلا رح نشوف مع الأستاذ خليل، جاهز أنت لحتى تورجينا قديشك أنت شاطر؟ جاهز. خليني قبل ما نحكي أي شيء احنا نبلش اللقاء باختبار صغير. باختبار صغير. تمام أوكي. جاهز محمود؟ جاهز. ابدأ. 90 ناقص 40 ناقص 50 99 ناقص 22 ناقص 22 ناقص 55 30 زائد 10 زائد 50 ناقص 10 ناقص 10 ناقص 10 ناقص 50 زائد 22 زائد 22 زائد 55. الجواب 99. احسنت، برافو عليك. برافو. انا ما بعرف اذا جاوبت صح. نحن اكيد ما رح نعرف بنهايه اللقاء، اكيد موجود على الفيسبوك اللقاء، فيكم ترجعوا وتعيدوا. انا بشكك بس انه برافو. هي السرعه وهالعمر الصغير يعني شيء مذهل صراحه. اكيد فرح. ويمكن خلينا نحكي اكثر استاذ خليل عن عدد الاطفال كانوا مشاركين، اعمارهم يعني 5 سنين عمر كثير صغير، ومع هيك هو قادر انه هو يجيب مراكز اولى. من امتى بلشتوا معه اساسا؟ من امتى بيقدر يبلش يتدرب الطفل؟ هلا انا دائما بقول الحساب الذهني عمريا، نحن نقول عمريا 6 سنوات. 6 سنوات عمريا. عمريا هو اصغر من هالعمر. خلينا نحكي القاعده ونحكي الاستثناء. الاستثناء للقاعده مثل ما نقول هو لازم يكون 5 سنوات، بشرط انه يكون هذا الطفل متقن لعمليات الجمع والطرح، بيعرف الارقام لانه هي لغه ارقام اولا واخيرا. فنحن هذا التدريب بيكون عباره عن مستويات، المستوى اللي هو اسمه مستوى سي. مستوى سي هو عبارة عن أول شيء يتعلم لغة الأرقام الآحاد، تمام، بعدين الجمع والطرح عليها، فبتكون عبارة عن المعداد، بعدين على الأصابع، بعدين خيال. هلأ فينا نشوف محمود فرج، خلينا نعمل تمرين أصابع. جاهز؟ أصابع مش خيال. ابدأ. 2 زائد 2 زائد 5. محمود بس ارفع ايدك. ناقص 4 شوي. ناقص 4 ناقص 5 زائد 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 زائد 5. الجواب 9. أحسن. أحسن. عرفت شفتي كيف؟ يعني هذا هو عبارة عن تمارين الأصابع. تمرين الأصابع نفس تمرين المعداد. المعداد هو عبارة عن الأباكوس، هذا المعداد أو نحن نسميه السوربان في الياباني، عبارة عن خرزة من الأعلى وأربع خرزات من الأسفل ويفصلها خط فاصل. هلأ مثل ما شفنا قبل شوي محمود جاهز خيال. هلا هو محمود شو عم يسوي هلا؟ عم يتخيل الجهاز. عم يتخيل هذا الجهاز وهذا المعداد بمخيلته. ابدا. 4 ناقص 2 ناقص 2 زائد 9 ناقص 4 ناقص 5. الجواب صفر. احسنت، برافو.
عرفنا كيف شو الفكرة الآلية إنه هو عم يحرك هي الخرزات هلأ بمخيلته. نعم. يعني أستاذ خلينا بس نوضح صورة إنه اليوم في فروقات بين الأطفال، يعني منشوف يمكن طفل بعمر 6 سنوات أو حتى 7 سنوات يمكن ما بيمتلك مهارة أو استعداد كطفل بعمر 5 سنين وببداية تعليمه. اليوم حضرتكم تقدروا يمكن توازنوا بهذا الشيء، تدعموا الطفل، تكثفوا تمرين، كيف تقدروا تتعاملوا معه أو ممكن تأجلوا فترة التدريب لمرحلة نضج أكثر بما أنه هي الفروقات هي فعلاً موجودة بين الأطفال وما فينا ننكرها. تماماً، هي أكيد في هبات ربانية الله سبحانه وتعالى بيعطينا إياها وبيعطيها لأطفالنا، هي ما بننكر أكيد، ولكن خلينا نجي على القاعدة. لما بنجي الآلية اللي نحن كيف بدنا نستقبل أطفالنا اللي بدهم يشاركوا بهي العمليات مثل ما نقول وبدهم يستفيدوا من هي المهارة، خلينا نوضح أنه هي عبارة عن مهارة. هي الفكرة الأساسية اللي لازم نعرفها، هي مهارة مثل مهارة السباحة، مثل مهارة الموسيقى، مثل هي مهارة تتقن ونتعلمها، نوصل لمرحلة الإتقان فيها بالتدريب. العمر لنا 6 سنوات، وقلنا إذا كان يجينا شخص مثل محمود، أنا الفكرة أنه أنت بدك تجي على هذا الشخص بدك تشوف فيه، ندرس الحالة هل هو قابل. يعني إذا أنا هذا الشخص بالبداية ممكن في عنده مشكلة بعمليات الأرقام بدنا نشتغل عليه، اشتغلنا على الأرقام ماشي، طبعا بالتعاون مع الأهل. يعني أنا في البداية أنا حكيت مع الأهل أنه إذا أتقن عمليات الأرقام فينا ندخل، كونه هو حابب وأنتوا حابين مثل ما صحيح. طيب نحن عم نشوف هلا شهادات لمحمود، طبعا كلياتها عن الجائزه الاخيره، خلينا نعرف تفاصيل الجائزه الاخيره، قديش كان عدد الاطفال المشاركين؟ طبعا اللي قدر محمود يكون هو بالمركز الاول، وين كانت المسابقه؟ قديش استمرت؟ كل هي التفاصيل. المسابقه هي المسابقه الوطنيه، نظمتها مؤسسه علمني، مؤسسه هي المسؤوله عن حسابها المسؤوله. كان اكثر من 605 طلاب المشاركين. محمود بالفئة العمرية الفئة سي 5 سنين و6 سنين هو أخذ المركز الأول عن هذه الفئة. برافو. أخذ المجموع العام تامة مثل ما نقول 60 من 60. برافو. الأطفال مثل ما قلنا 605 طلاب. مدة المسابقة بس مشان نعرف كانت 60 سؤال بالنسبة لعمره. تصور بس خلينا نتخيل بهذا العمر 60 سؤال، تمام، خلال 7 دقائق. الفكرة رقم صعب كتير، رقم قياسي. يعني نحن مثلا نحن نجي على ابننا يلي هو مثلا صف اول وعم يتعلم بالطريقة التقليدية للحساب، نعطيه 10 مسائل يضل فيه شي نص ساعة. صح ولا مو صح؟ خلينا نكون واقعيين ضمن لهي الامور. فلما نحن ابننا دخل جو المنافسة، جو التدريب، خلينا نقول هو التدريب اساس كل شيء. أنا بدي وصل لهدف، بدي أتدرب، حط خطة وأمشي عليها. نعم. اليوم كنا عم نحكي يمكن تحت الهواء أستاذ قديش نفسية المدرب، طريقة تعامله مع الأطفال يمكن تلعب دور كتير كبير بإنجاح عملية التدريب. اليوم لما بنحكي عن طفل مثل محمود يمكن في عنده شيء بيشجعك أو أشياء خلينا نقول بشجعك أنه تكمل معه وتراهن على نجاحه وتميزه. أطفال تاني يمكن ما بيمتلكوا الصبر والهدوء يلي نحن عم نشوفه أو أنه يحب أنه هو يتميز. الجانب النفسي بتراعوا بالتدريب مع الأطفال، تعويدهم على الصبر، تعويدهم على الهدوء، بترافقهم ألعاب معينة يمكن بتعودهم يمكن أنه يقعدوا ساعات أطول أو فترة أطول. مثل ما تفضلتي، الناحية النفسية أساس كل شيء. أنت عم تتعاملي مع طفل كائن ملائكي، كائن مزاجي. مزاجي بشوف. يعني خلينا نكون وصفة كتير صح. يعني طفل هلأ بيكون حاليا بيكون مزاجه رايق، ما في، بعد شوي بتشوفيه غير. فش قد بده خبرة من الشخص المقابله لحتى يستوعبه، ينزل لمستوى تفكيره، تمام، ينزل لمستوى تفكيره، يكون معه. أنا بقول المحبة هي أساس كل شيء. أي شيء بيجي بالمحبة طبعا من الطفل ماشي ومن المدرب. يعني أنا إذا ما كنت أنا حابب مهنتي كمدرب، حابب العمل مع الأطفال، لأنه أنت عم أصعب فئة ممكن أنت تشوفيه هي العمل مع الأطفال. تمام. يعني بدها خبرة،
بدا انه انا اكون ذكاء كثير كبير. يعني بدا صبر. طيب. انا اذا ما صبرت على الشيء ما راح ناله، وبالمقابل نحن نعلمهم هذا الشيء. محمود تحبه للكوتش؟ تحبه كثير؟ شوي ولا كثير محمود؟ شوي ولا كثير؟ محمود شوي ولا كثير؟ يعني ايش قد؟ كثير كثير يعني ايش قد؟ قلنا رح نقول قلنا بالارقام، اعطينا رقم. قد ايه بتحبه من 100؟ 200 200 واو 200 من 100. طبعا محمود نحن عم نعمل اللقاء وعم نحكي مع الاستاذ خليل وهو عينه على الوالد والوالده، بدنا نوجه لهم تحيه اكيد لانه دعم الاهل هو دعم اساسي. أكيد. يعني اكيد لولا دعم الاهل للاطفال واكتشاف موهبتهم بعمر مبكر وتحفيزهم على هذا النوع من المهارات. الحساب الذهني مهاره كثير صعبه، قديش بتفيد؟ قديه بتفيد الطفل مو بس يعني بانه هو عم يحرز وعم قديه بتفيده بحياته بعدين تغير تفكيره كله. هلا بس خلينا نعرف، هي نطلع من الناحيه النمطيه للتفكير العالم. هلا في تفكير سائد وانتشر هذا التفكير اذا لاحظته، يعني اما بالاونه الاخيره او فيما سبق، انه الحساب الذهني بجمد العقل. في البداية عم نتعرف على موضوع جديد، العالم بشكل أوتوماتيكي تستهجن هذا الموضوع. بعدين فيما بعد لما تكتشف أنه هذا الطفل مثلا كيف صار على الناحية النفسية، كيف صار على التحصيل العلمي، أهم شيء التحصيل العلمي، كيف صار بالنسبة للناحية النفسية. محمود كيفك؟ أنت بتحبني؟ أنا بحبك كثير على فكرة. عطيه تمرين. جاهز؟ ابدأ. 10 زائد 10 ناقص 20 زائد 22 زائد 22 ناقص 44 زائد 99 ناقص 55 ناقص 22 زائد 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10. الجواب 95. أوه. تمرين ثاني، جاهز؟ ابدأ. 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 ناقص 40 زائد 20 زائد 20 زائد 50 ناقص 40 زائد 10. الجواب 60. أحسنت، بطل بطل بطل. هون عرفت معك اليوم الصبح أتصبح فيه، كون صباحي كثير حلو أنا. قد إيه لك محمود؟ قل لي قد إيه لك عم تتدرب؟ سنة. سنة؟ برافو عليك، كل يوم قد إيه بتتدرب؟ كل يوم؟ قد إيه بتضل تتدرب؟ شي 8 ساعات. 8 ساعات؟ بيني وبينك قد ايه؟ هدي شوي هدي شوي هدي شوي. بالمسابقة كنا نتدرب 8 ساعات، باليوم عم تقول لك الآن بالأيام العادية. بالأيام يعني العادية ايش قد تتدرب؟ 4 ساعات. 4 ساعات؟ هلا الماما عم تأشر لنا ساعة. ساعة؟ هذا آخر كلام؟ ممتاز. هلا هذا الحكي 4 ساعات وأيمتى كان؟ بالمسابقة صح ولا مو صح؟ وبالأيام الأخيرة آخر شيء صرنا ناخذ 8 ساعات، مزبوط. هلا بالمسابقة 8 ساعات عم نحكي عن رقم هي 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 خيالي بالنسبة لطفل بعمر محمود أو حتى أكبر شوي. يعني عم تتفضلي إنه يعني الالتزام الالتزام والصبر. عرفتي شو الفكرة؟ يعني هي نحن يا جماعة خلينا نحكي إنه شو الفائدة إنه أنا عم أعطي طفل علم الصبر والالتزام بهذا العمر. اهم شيء يمكن هذا هي فوائد عمليه كل اهل بيطمحوا انها تكون هي عندهم، بيتمنوا تكون موجوده. التحصيل العلمي، نحن نقول تحصيل علمي، مهاره الخيال. هلا انتم شفتوا كان عم يتخيل. الخيال هو اساس النجاح، اساس كل العلوم هو الخيال. الخيال اهم من المعرفه كما يقول احد العلماء. فالخيال هو اساس كل شيء. التركيز لما بيكون مركز معي عم يزيد تركيز. سرعه بديهه كثير عاليه استاذ خليل، يعني فظيعة تماما. هي 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 الامور. نعم محمود، انا حابه احكي معك كل الوقت مع احترامي اكيد، وانه حديث الاستاذ خليل كثير مهم ونعرف هي التفاصيل، بس محمود شو اللي شجعك انك تدرس حساب ذهني او تتدرب حساب ذهني؟ الماما والبابا شافت من تطلبوا للاستاذ خليل، لقيت وحده اخذه هي ميدالية، أخذ ميدالية. طالبة كانت أخذ مركز ثالث عالميا، مركز أول على سوريا السنة الماضية. مظبوط. شافتن على الموبايل؟ شافتن على الموبايل. شافتن على الموبايل بعدين شجعت ورحت. حبيت الفكرة أنت لما شفت إنه هو، ما خفت ولا شوي؟ برافو عليك. كم حدا من رفقاتك معك؟ زكا
لا تاخذ صفنا كثير. لا تاخذ صفنا كثير، يعني شوي نص هالصفنة بتكفي. مين كان عم بينافسك؟ مين ثاني حدا بعدك يعني شاطر هيك؟ مين شاطر مثلك من رفقاتك؟ من رفقاتك. من رفقاتك مين كان؟ تتذكر مين كان معك؟ تتذكر مين كان معك من رفقاتك شاطر واخذ مركز اول؟ محمد عبود صح؟ محمد عبدو؟ محمد عبود كمان من عمره، هل من عمره ومحمد علي عبد الاله برو كمان من عمره، كمان لون عمر واحد. ما شاء الله. شفت في منافسه استاذ بين الاولاد رغم هي الاعمار الصغيره انه كل واحد ممكن ياخذ الرقم الاول او المركز هلا الأول. المسابقات بتنمي روح المنافسه، يعني الطفل بحب هي المنافسه. اصلا نحن بالحياه عباره عن منافسه كبيره، فهذا الشيء بخلينا نكون نحن مقبلين على الحياه، بنعرف انه الحياه لا ترضى بالضعفاء. صحيح تماما اكيد، الحياه ما بترضى بالضعفاء، الحياه للاقوياء. فهي المنافسه بتخلي الشخص من هلا عم يتدرب على المنافسه، يتدرب على القوه، تصنع منه شخص قوي وشخصيته قويه وبيرفض الخساره. تماما هي وبيفكر الفكره، وبيفكر كثير مثل وبيفكر بيصير هلا عم يسرح بغير شيء. حلو شخصيه عم بيفكر. انا حاسه عمره 18 اكبر من 18. هلا مثل ما قلنا الحساب الذهني بينمي شخصيه الطفل، يعني بيخليه حتى بيفكر بتفكير الكبار. عرفت شو الفكره؟ انه انا صرت انا بغير مرحله، طبعا هو بيضل بالمرحله العمريه اللي هو طفولي عم يعيشها، بس تفكيره يصير بيختلف تمام. اكيد. طيب استاذ خلينا نحكي كمان، قلت حضرتك انه مو بس كان في منافسات وطنيه، كمان في اطفال شاركوا بمسابقات عالميه عبر الاونلاين. في مسابقتين عالميه. خلينا نحكي شوي عن المسابقه. هلا المسابقه العالميه، لا انا بس مشان اوضح كيف المسابقات العالميه بتصير. المسابقه العالميه هي عباره عن شركات خارجيه بتقدم انه نحن عنا مسابقة وطلب انتساب لمدربين حتى يشاركوا من كافة بلدان العالم. فالمدربين المهتمين والمدربين يلي عندهم بيعرفوا عندهم أطفال، طبعا المدرب اللي يشتغل على أطفاله فبيعرف حاله أنه مقبل على مسابقة عالمية، مو مسابقة مثلا نقول محلية، أو حتى المسابقة الوطنية لا، على 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 سوية عالية كانت جدا جدا. المسابقة اللي عملناها على سوية عالية جدا كانت، لانه مسابقه الكبار كانت عباره عن 120 سؤال، يعني الكبار رح نقول 7 سنين، من 7 سنين ل 16 سنه. طبعا ضمن المستويات مثل ما حكينا هي عباره عن مستوى محمود السي لحتى المستوى السادس ولا الضرب والقسمه. فكان هذا الموضوع عباره عن 120 سؤال خلال 7 دقائق. يعني في 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 وفي ناس وصلوا لهذا الرقم، يعني 120 سؤال صحيح، حققوا مراكز اولى. طبعا الحمد لله رب العالمين. نحن بنعرج على المسابقه العالميه كانت عباره عن 4 طلاب نحن شاركنا فيها. الطلاب طبعا نحن باي مسابقه بنقول لهم نحن بنحط هدف وين نحن وين راح نصير، لانه الانسان يعني اهم شيء الانسان بيعرف مكان قدمه وين راح يصير. فبلشنا فهمنا الأطفال، حتى نحن الأطفال أهم شغلة، بما أنه أنا مدرب مهارات وتطوير أداء غير الحساب الذهني، فأنا بسقط التعليم والتعلم اللي تدربته على أطفالي، فهذا الشيء كتير فادني بحياتي وبتدريبي. فأنا هذا الموضوع حتى بنقول لهم تتذكر لما كنا بالقاعة بنقول لكم تخيل حالك أنت، شو كنت أقول لك؟ تخيل حالك تاخذ مركز اول. عرفتي شو الفكره؟ تخيل حالك تاخذ المركز الاول، يعني انت هلا عم تعيش الحاله، عم تغمض وتعيش حالك انك انت اخذت المركز الاول. برافو. ما تتخيله في قاع تماما هي الفكره. هو الوقود، ما تتخيله ستحصل عليه، هي بشكل طبعا بالمثابره بالعمل بالاصرار بالمتابعه، كل هالامور هاي. ما بدي يكون انا مثلا والله انا بدي اخذ المركز الاول، محمود بيكون نايم صح ولا مو صح؟ كنا عم نتدرب 4 ساعات و8 ساعات صح. فهذا الموضوع خلانا نكون نحن نتخيل دائما، نحفز اطفالنا نخليهم يكونوا افضل، لانه انت عم تتعاملي مع طفل فبدك دائما تشتغلي على كافه الجهات، ما انه بيشتغل على ناحيه وحده، اشتغل على ناحيه التحفيز، الالعاب، التنافس. حتى ضمنهم كنا نعمل مسابقه، يعني كل يوم بعمل مسابقه
هذا الشيء قد بيخلي روح المنافسه موجود. تمام محمود، هلا يمكن فتحت المدرسه، انت اي صف؟ اول نظامي. برافو عليك. عم ترجع تتمرن حساب ذهني؟ يعني ما منقطع ابدا، يعني مدرسه وحساب ذهني صح؟ رح تكمل بالحساب الذهني؟ حابب تاخذ كمان المركز الاول؟ برافو عليك. طيب اليوم يعني عم نحكي مع محمود انه بايام المدرسه كثير من الاهل بيقولوا انه خلينا نأجل الحساب الذهني للصيف، اي نشاط ثاني غير اطار المدرسه، طفلنا ما بيتحمل، طفلنا صغير، هي الفجوه يلي بتصير بين ايام المدرسه خلينا نقول وبين الصيف، هذا الانقطاع قد ايه بياثر اليوم على الطالب وكيف بيقدر فعلا هو يستمر بالحساب الذهني بطريقه صح ما تاثر يمكن على مدرسته والجهد البدني والعقلي ممكن يبذله بين المدرسه وبين تدريب ومهارات. هلا خلينا نتناقش بهذا الموضوع بطريقة عقلانية. تماما. أنا كمتدرب بالجيم ماشي، اليوم دربت 3 شهور وقطعت 9 شهور، شو استفدت؟ عضلاتي رح تضمر مرة لا ثانية. رح أرجع لسه لورا أكثر للأسوأ، فالعضلة التي لا تعمل يصيبها الضمور، هي هذا تمام. المبدأ. فاللي بده يبلش بموضوع الحساب الذهني من البدايه، نحن نحكي وهذا التوجه ونصيحه للاهل والطفل. اذا انا بدي اقدم على شيء ماشي، اذا كنت ذا راي فكن ذا عزيمه فان فساد الراي ان تتردد. فانا اذا بدي اقدم على شيء يا بكمل فيه يا لا ادخله بالموره. بروح بتعلم انجليزي، بروح بتعلم موسيقى، بروح بتعلم رسم، هدول ممكن الانسان يضل يتابع، اذا قطع بيرجع له. يعني الرسم مثلا بيرجع للمفاهيم الأولية. أما بالنسبة للحساب الذهني لا، الأمر مغاير والأمر غير ذلك. فأنا لازم يكون الشرط هو المتابعة والمتابعة والمتابعة. أكيد. يعني اليوم نحن كنا كثير سعيدين بوجودكم معنا وطبعا بوجود محمود كمان، نوجه تحية مرة ثانية لأهله ولكل طبعا الأطفال اللي كانوا مشاركين وفازوا، أنه مجرد وجودهم بهالمسابقة هو فوز. أكيد أكيد. حتى لو أكيد ما حصلوا على المركز الأول. أكيد. أكيد. نشكرك. الله يخليك. شكرا كثير لك ولاستضافتكم. محمود والده مسافر برا البلد، فاليوم محمود كثير مبسوط. شو بدك تعمل؟ شو بدك تقول له للبابا يا محمود؟ عم يشوفك بابا اليوم. عم يشوفك هلا البابا. وين كاميرته لمحمود؟ هاي كاميرا. هاي الكاميرا. شو بدك تقول له للبابا يا محمود؟ شو بدك تقول له محمود؟ بشكرك. شو بدك تقول له؟ بتقول له بحبك؟ شو بدك تقول له؟ هلا بابا عم بشوفك. عم يشوفك البابا هلا على الكاميرا هذه. بحبك. شو كمان؟ حبيبي الله يخلي لك يا، وانت ولد بتجنن، اكيد لك مستقبل كثير حلو مثلك. رب العالمين. بدنا اكيد الله. نقول الله يخلي لك امك كمان ويخلي لك عائلتك يلي لولاها يمكن اكيد ما اكيد الاهل دائما هن الجنود المجهولين. صحيح. بكل عملي اكيد. ومع مدرب مثل حضرتك كمان الله يبارك اكيد النتائج كثير جباره. هذا من لطفك وزورك. شكرا كثير لكم. الله يبارك. شكرا عليك. شكرا لوجودكم معنا وموفقين. شكرا لكم لاستضافتكم الجميله. شكرا. شكرا محمود. باي محمود. باي. عم يقولوا لنا اتركوا بحاله ما قدرني.